دونك مرحبا بكم، مرحبا بالحضور الكريم الكل وبالسادة الأطباء بالسادة الصحفيين. اليوم مش نحاولوا كيفاش نوضحوا وما نجيبوش حاجة جديدة، كيف نقولوا لمرض السكري مرض شائع برشا، واللي هو زاد مرض مالوغوزمون عبء عالمي، عبء عالمي حتى هو مرض مزمن منهك ومكلف، مكلف للحكومة، مكلف للدول خاطرها باش يزيد في النفقات نتاع الصحة نتاعها، منهك للمريض، منهك للعائلة، منهك للأطباء المشرفين، ومزمن ما نجيبلكمش حاجة جديدة حتى هو مرض مزمن. أما إحنا مع الجهود نتاع الأطباء ونتاع الشباب الأطباء ونتاع الوالدين ونتاع المرضى بحد ذاتهم، باش نحاولوا كيفاش نقصوا من خطورة ومن حدة العبء هذايا، باش نحاولوا كيفاش سيغتو نتعايشوا مع المرض هذايا، خاطر المرض السكري مرض مزمن، أما إذا كان عرفنا كيفاش ناخذوه، إذا كان عرفنا كيفاش نتعايشوا معاه، باش نحدوا من خطورته، باش نحدوا سيغتو من المضاعفات نتاعو. ومريض السكري إذا كان عرف كيفاش ياخذ المرض نتاعو، راهو باش يولي كأي إنسان عادي، يعيش حياته عادي، يقوم بال شغل نتاعو، بالحياة اليومية نتاعو بصفة عادية برشا، بصفة ما فيها حتى مجال باش يحس بالمرض نتاعو. تبقى التعايش نتاع المريض السكري مع المرض نتاعو يستوجب شوية عناية، ويستوجب سيرتو شوية جهود إضافية من مريض من محيطين به. دونك باش نحطو العبء العالمي هذايا عبء محدود، عبء أقل شوية خطورة وأقل تكلفة. إذا كان إحنا اليوم موجودين خاطر اليوم اليوم العالمي للسكري، واللي هو نحتفلو به كل يوم 14 نوفمبر من كل سنة، هو أكبر تظاهرة عالمية تحسيسية حول السكري. في اليوم هذايا باش نحاولو نعرفو به مدى انتشار السكري، كيفاش نعملو الوقاية به. هذايا هو الأهداف نتاع اليوم التحسيسي هذايا، وهذا اليوم هو أقر بداية من 1991، أقرته للجامعة الدولية للسكري الفيدراسيون انترناسيونال دو ديابيت والمنظمة العالمية للصحة دونك لوغانيزاسيون مونديال دو سانتي، قرروا باش يكون 14 نوفمبر من كل يوم. علاش 14 نوفمبر؟ خاطر 14 نوفمبر يوافق يوم ميلاد نتاع السيد مكتشف الانسولين فريدريك بانتينغ. فريدريك بانتينغ هو الطبيب اللي اكتشف لاول مره الانسولين، خاطر قبل المرضى نتاع السكري ما كانوش ياخذ انسولين، وكانوا الانسولين راه هي هرمونه حياتيه، سي نورمون فيتال، بليش فيها ما نجموش نعيشوا. هذاك علاش اخترنا مش احنا اختاروا عالميا يوم 14 نوفمبر هذايا، خاطر اللي اكتشفوا يزن نقولوا بالدور الفعال اللي عطاه للانسانيه اذا كان اكتشف الانسولين، خاطر قبل المرضى تاع الانسولين يبداو يموتوا في الاخر على خاطر ما عندناش انسولين. توا الانسولين موجوده والحمد لله، وعرفت معناتها تطور كبير في الصنعه نتاعها. قبل كانوا ياخذوها من البيوغ من الخنزير، وبعد كده ولات تصنع ابارتير دو لانسولين ايمان، ولات من الانسان، وتوكي بار لاجيني جينيتيك اي بار لي مويان كبار اللي توليو في المخابر تاع الادويه هوني الشيت بمخابر نوفو نورديس، خاطر هي من بين المخابر العالميه اللي تصنع الانسولين اللي زانالوغ الانسولين اللي هما حوايج شبه الانسولين، واللي بها نجمنا نحسنوا من لا كاليتي دو في، من نوعيه الحياه، من جوده الحياه لدى مريض السكري. اليوم العالمي للسكر تحتفل به كل عام أكثر من 150 دولة منها تونس. 860 دولة في إحصائية 880 دولة، أما شدوا الرقم أكثر من 150 دولة عالميا تحتفل باليوم السكري، باليوم العالمي للسكري. كل عام لا فيدراسيون انترناسيونال دو ديابيت الـ FED تختار شعار. قبل غدا اختارت السكري وحقوق الإنسان، اختارت السكري والشيخوخة، اختارت السكري ومضاعفات السكري، الحياة اليومية عند مريض السكري. واليوم دونك اون توز ديفيني، عرفنا الكل اللي اليوم شعار 2015-2016 التغذية السليمة ومرض السكري. كيفاش نجمو نحسنوا التغذية عن مريض السكري؟ خاطر صحتك في صحتك، شنو تاكل شنو تعطي صحتك، على قد ما تحكي صحتك حوايج، على قد ما تحكي صحتك أكلة سليمة، على قد ما تبقى في الآخر صحة سليمة. توا لي شيفر سون الارمون، مالوغوزمون الارقام نتاع انتشار مرض السكري عالميا تخوف برشا، على خاطر نشوفوا اللي من 2013
2035 صارت تفاقم كبير في نسبة وفي عدد المرضى نتاع السكري. من 2013 تم 382 مليون مريض سكري وليديات، تتوقع أن المرضى هذوما باش يوليو عام 592 عام 2035 592 مليون مريض سكري، معناتها في حتى 20 سنة باش يزيدوا 205 مليون مريض بالسكري. دونك ياسر مرض السكري قاعد ينتشر، قاعد يتفاقم عالميا، وهذا راهو عالميا، العالم بحكم الكل قاعد يشوف في مرض السكري يزيدوا ويكبروا في امريكا، في اوروبا، في افريقيا، في اسيا. اما احنا اللي يهمنا المينا هذايا النوغافيك والمويان اوبيون، معناتها الشرق الاوسط وشمال افريقيا اللي تتبعها تونس، ثم تفاقم كبير في مرض السكري، ثم نسبة انتشار كبيرة. وإذا كان نشوفوا التوب 10 العشر دول الأولى المرضى بالسكر في العالم حسب الإحصائيات الأخيرة نتاع الفيدراسيون انترناسيونال للديابيت، باش نلقاو ديجا أربع دول عربية موجودة من التوب 10 من العشرة الأولين في السكر. ثم ديجا أربع دول عربية منها مصر والبحرين والسعودية. دونك هذوما ايش يقول هذا الكل؟ يقول اللي احنا رحنا قاعدين نشوفوا في ايبيديمي، في وباء مو جرثومي، العضلات الاوبئه جرثوميه كما برشا كما السل كما التبركلوز كما برشا امراض وبائيه. السكر يصنفوه parmi الامراض الوبائيه الغير ماضيه، تالي مو ثم نسبه انتشار عالمي كبير برشا. اي سورتو شو حاب يقولوا زيدا الفيدراسيون انترناسيونال للديابيت، اللي الدول الفقيره توا هي اللي قاعده تتشدد اكثر مرض السكري، تو نشوفوه لاحقا. باش نعطيكم شويه ارقام باش نشوفوا مدى خطوره مرض السكري عالميا. ثم واحد على 12، كي نشوفوا 12 واحد منا ديجا ثم واحد مريض بالسكري في 2014، ولا واحد على 10 عالميا مريض بالسكري، كل 10 من الناس ثم عليهم واحد مريض بالسكري في 2015. واكثر من نصف المصابين، معناتها عدد نتاع المصابين يقدم نصف مره يشهدوا لهم مرضى بالسكري، معناتها بسبب اللي يعرفوا روحهم مريض بالسكري، ثم ديجا نصف العدد يشهد اللي هو مريض بالسكري. وثم 100 كل 7 ثواني مرض السكري، كل 6 ثواني ثم اندسي باغ لو ديابيت. وثم الدولار على 9 تنفقوا الدول الهوليه الاوروبيه، خاطر ما عندناش مالوغوزمون لي شيفر اكزاكت العادات في تونس، ما عندناش احصائيات دقيقه تدل على قداش الدوله التونسيه تصرف اموال في مرض السكري. اما اللي خرجوا البدايات للدول الراقيه المتقدمه ديجا على كل 9 دولارات تصرف دولار على مرض السكري. واللي كما قلت لكم تم 77% من المصابين توا حاليا 80% ولاو في 2015 ينتمي للدول ذات الدخل المحدود والمتوسط اللي منها تونس. معناتها قبل كان مرض السكري يشد الدول الراقيه المتقدمه، توا مالوغوزمون ولا الدول الراقيه القتلوا حل دي تنقص في نسبة الشيوع بتاع المرض هذايا، والدول النامية اللي في طور النمو قاعدة تتصاب أكثر بالمرض بتاع السكري هذايا. هذوما الأعداد والأرقام في العالم، شنو وضعنا في تونس؟ شنو عندنا في تونس؟ ما نختلفوش برشا على الدول في العالم. تونس إذا كان نشدوا رقم 11 عندنا مليون و100 ألف مصاب بالسكري، على 12 مليون تونسي بحكم 11 مليون وشوية، عندنا مليون و100 ألف مصاب بالسكري أي ما يعادل 11%، هذا آخر رقم أعطته الفيدرالية العالمية لمرض السكري. 11% في تونس مرضى بمرض السكري، وتصنع في تونس المرتبة 11. يعطينا الصحة، تصنع في المرتبة 11 بالمصابين بمرض السكري حسب آخر إحصائيات 2015. باهي تقولوا لي مرض السكري ارتفع في تونس. باهي. وقاعدين نشوفوا اللي ثم ارتفاع في الاسباب، ما شو الاسباب؟ علاش في تونس قاعدين نشوفوا في ارتفاع نتاع نسبة السكري؟ احنا كنا في 2.5 ولينا في 4.8 ولينا في 9 8.5 في عام 2013 2010 2010 8.5 تو 11% في 2015. دونك لي شيف عمالين يزيدوا وعمالين يكبروا. علاش في تونس
ثمن اسباب بتاع ارتفاع بتاع مرضى السكري. على خاطر في تونس كما الدول الاخرى ثم تحول ديموغرافي، ثم نسبه التوفيه نقصت، ثم معدل اماكن تعيش تاع التوانسه زاد، واللي ثم الاعمال التوقيع كل قبل بين الرجل والمراه بحيث يكونوا يعيشوا 51 سنه، تو المراه والرجل يعيشوا 73.4% 73.4 عمر، يعني تعيشوا 73 سنه. خاطر زاد ثم تطور اجتماعي واقتصادي وصحي. معدل المناطق البلديه ارتفع. ثم تحسين مسكن، ثم تحسين قراءه وكتابه، ثم تطور عنايه صحيه، ثم نفقات نتاع الصحه قاعده ترتفع. ايه تقول هذا باهي. حقنا هكايا نحسنوا من مستوى الصحه، نحسنوا لكن حسنا من مستوى العيش، احنا نحسنوا من مستوى الصحه، نحسنوا من مستوى النفقات. لا علاش؟ على خاطر مالوغوزمون مع هذيا في تونس مع ارتفاع نسبة الشيوخوها ومعدل العمر تم غيرنا نمط العيش بتاعنا. كان نشوفوا احنا نتذكر شنو اجدادنا كانوا يعملوا وشنو هي سيغتو في احنا نحكيو على التغذية، شنو لو ريجيم ميديترانيان الاكلة المتوسطية اللي كان ياكلوا فيه اجدادنا واللي كان ياكلوا فيه قبل راهو مختلف تماما اختلاف. تو نشوفوا اللي مختلف تماما اختلاف على الماكلة اللي ولينا ناكلوا فيها. قبل في الأكلة المتوسطية هي هرم تاع الأكلة المتوسطية تعتمد سورتو على الخضر والغلال في الباز نتاعها، على الشاي والقمح الكامل، وعلى الأسماك واللحوم البيضاء، اللحوم الحمراء كانوا ياكلوها ثلاث مرات في الشهر. المنصوح فيها ثلاث مرات في الشهر. وناكلوا بزيت خضر وغلال وأسماك. كي نشوفوا توكية شنو ناكلوا احنا؟ براتيكمون لحم كل يوم، والأسماك نقصنا منهم، والخضار والغلال نقصنا منهم برشا، اللي سهلة الشعير والتشيش، خبز الشعير والملفوف والتشيش اللي كانوا فيه قبل، ياكلوا فيه قبل، والزبيب بالرومان اللي كانوا ياكلوا فيه قبل، تو كان تبدل بالكواسون، تبدل بالأجبان الدسمة، وتبدل بالماكلة الغاطة وبالبسكوي وبالسيرتو الأكلات المعذبة اللي هي علاش؟ خاطر ربات البيوت تلقى سهولة في تحضيرها، كانوا مجلس صغار، بيسا بيسا حضر 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 حضر، ونقصنا برشا من أثناء بالأكلة. الأكلة الصحية هي الأكلة اللي كانوا ياكلوا فيها قبل جدودنا، واللي توكيت تبنتها الدول الراقية كما أمريكا وكل توكيت قبل كانوا ياكلوا برشا لحوم، كانوا ياكلوا برشا مواد دسمة، هما خذيو الأكلة التقليدية الميديترانية نتاعنا، وعطاونا إحنا لوكسيدونتاليزاسيون. نعرف كيفاش تقال معناتها كيفاش غربنا الأكلة نتاعنا، كيفاش رجعناها أكلة غريبة علينا وبعدنا على أكلتنا التقليدية، وش هي الأكلة الغربية اللي فاست فود والأكلة الحاضرة، وهكاك نكونوا رحنا نقصنا برشا من النوعية وسيرتو من الكيفية نتاع الأكلة نتاعنا. يلزمنا نحافظوا على الأكلة التقليدية نتاعنا خاطر راهي أكلة صحية، أكلة متوازنة، أكلة هايلة برشا. المرضى السكري للسمنة ولغير مرضى السكري في تونس قللنا من حركة، كثرنا في الماكلة وماكلة مش صحية وقللنا من حركة. قبل كان الراجل يحرق بزيت خاطر فلاح خاطر بيشور معاه يخدم في البحر يخدم، تو كي براتيكمون كنا نحكي ونقعدوا نمشوا على الوسائل النقل نتاعنا تغيرت. من مين كنا نمشوا على السكينة ولا نمشوا على الكهرباء سيبيا؟ باهي حسنا من العيشة نتاعنا، حسنا من المستوى نتاع العيشة نتاعنا، أما إحنا ما عرفناش باش نحافظوا على البارتيكولاريتي، على الخاصية نتاع التونسية ونتاع سيرتو شمال أفريقيا نشوف فيها هذيا، لا نمط العيش ستيل دو في كامل. كثرة الحركة، قلة الأكل، إي سيرتو نوعية الأكل مع الضغط النفسي تو كي يزيد برشا، وليت العائلات كلها على اعصابها. نحاولوا كيفاش نهتروا احنا، نقصوا شويه من الضغط النفسي، نحسنوا من الاكله نتاعنا، نقصوا من التدخين، نقصوا من المشروبات الغازيه اللي ولات معناتها تو كي ما تحلاش منها البيوت التونسيه اللي ما كانتش قبل. كانوا يشربوا بزيت ما وقعوا، ما كانش ثم برشا مشروبات غازيه. تو نحسوا تو كيف تشوفوا حتى عند السوبر مارشي نعملوا نظره على شاريو نتاع العائله التونسيه، شنو يتهز العائلة التونسية في ماكلتها، تو تشوفوا فداحة الأغلاط اللي قاعدين نحطوا فيها في الشاريو تاع الماكلة نتاعنا. راهو نحاولوا كيفاش نرجعوا للأصل، في الأصل ثم فضيلة، في الأصل ثم محافظة على صحتنا ومحافظة على نمط العيش نتاعنا، ونشكركم بارك الله فيكم. شكرا للأستاذة فاطمة منيف على